السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل الفصل الأول وآخر جزء في الفصل الأول، الدروس من 69 حتى 70. نتكلم عن النقود برضو، مش عايزة أتكلم كتير عن اللي هي التقويم، خلاص عرفنا بنعمل فيه إيه. هنا عايز يرسم دايرة حول 69، فبنروح على جدول المية أو مخطط المية وبنعمل دايرة على العدد 69. هنا عايزني اعمل او بيقولي وضع 9 عصا في حاوية الاحاد، بحط 9 عصيان بالاضافة الى 6 حزم في العشرات، فبعمل 6 حزم. هنا بنمثل الرقم بالدوائر اللي هو 69، فبعمل 60، ادي 10 20 30 40 50 60، واخر واحد بعمل فيها 9 ارقام. هنا عبر عن اليوم الدراسي 70 باستخدام الأدوات التالية، فأنا عايزة أعبر عن رقم 70 بكذا طريقة. بطريقة الجدول المخطط المية بعمل دايرة على رقم 70، هنا الأحاد طبعا فيها 0، العشرات بعمل 7 حزم، هنا برسم دي 10 20 30 40 50 60، وباجي 60 70 كلهم فيهم مفيش أحاد خالص، فبرسم 70 وحدة. طيب هنا بيقول لي ذكر طفلك بأنه في اليوم الدراسي 70، خلاص عرفنا بقى ايه 70. كمان هنا بيشرح لي بيقول لي اني لما الاقي في الاحاد 10 عصيان، لا ده انا باخدهم كلهم حزمة كده وبحطهم في العشرات، لان الاحاد من 0 لحد 9، من 0 لحد 9، اول ما تبقى 10 على طول اربطهم كده واعملهم حزمة ونوديهم على العشرات. طب العشرات برضو من 0 لـ9، لو بقت 1 زيادة لا ده هيتربط في حزمة كده وهيتحول على خانة المئات. طيب هنا اكمل العدد بالاحاد من 11 الى 30، فانا بكتب من رقم 11 لحد 30. اكمل العدد بالعشرات من 10 لـ100، بالعشرات بزود 10، ده هنا اللي هي عملية القفز بـ10، 10 20 30 40 50 60 70 80 90، بوصل بيها لحد 100. النقود هنا بيقول لي 1 جنيه و10 جنيهات، تعلم معي 1 جنيه، معي 10 جنيهات. طبعا كل طفل يعني عارف العملة شكلها ايه، فالجنيه الورق ده بيساوي الجنيه المعدني، 10 جنيه بتساوي 10 جنيهات فكة كده بنفكها، ادي 10 جنيه برضو. هنا بيقولي وصل النقود المتساوية، هنوصل النقود المتساوية، دي انا نسيتها، دي 1 2 3 4 5، ودي 5، يبقى هنا 10 جنيه، ودول اكيد 20 جنيه باين من شكلهم، يبقى دي 20 جنيه. اكمل بكتابة المبلغ الكلي في كل خانة كما بالمثال. طيب هنا عندي ادي 10 20 و2 جنيه، يبقى 22. هنا 10 جنيه، عندي كم جنيه؟ 1 2 3 4 5، يبقى دي 15 جنيه. الفكة 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9، وعندي ادي 10 20، يبقى 29 جنيه. هنا عندي 2 جنيه فكة، وعندي 4 عشرات، يبقى 40، وادي 2، يبقى 42 جنيه. لاحظ وصل كما بالمثال 13، فانا بوصل اللي هي 10 جنيه ومعها 3 في الاحاد، دي 13. 25 عندي 5 جنيه موجودة في الاحاد وعشرتين في العشرات. 30 بوصلها بـ3 عشرات. 42 2 جنيه في الأحاد و4 عشرات في العشرات. 54 عندي 4 في الأحاد و5 عشرات في العشرات. برضو هنا عمليات جمع عادية، والآخر بقارن، بيقولي اكتب المبلغ ثم ضع علامة صح أو خطأ أو يساوي. عندي 3 جنيه وادي 20، يبقى 23. عندي 2 جنيه وادي 3 عشرات، يبقى 32. طبعا بقول 23 اصغر من 32. عندي جنيه واحد وعندي 10 20 30 40، يبقى 41. هنا عندي ادي جنيه 2 3 4 5 جنيه، وادي 10، يبقى 15 جنيه، يبقى 41
اكبر من 15، عندي 3 جنيه وادي 10 يبقى 13، عندي 3 جنيه وكمان 10 يبقى 13، يبقى هنا الارقام او النقود تساوت. عندي 30 وادي 2 جنيه يبقى 32، 3 جنيه وعشرتين يبقى 23، يبقى 32 اكبر من 23. هنا حوط حول المبلغ اللازم لشراء كل لعبة كما بالمثال. عايز احوط على 42، فانا باخد 2 جنيه، هو عاملها لي ادي 2 جنيه وادي 4 عشرات، 25 جنيه، اللعبة دي ب25، فانا باخد 5 جنيه، هي فكة وباخد معاها 10 تين بحوط عليهم كده. اللعبة دي ب50 جنيه، ف50 جنيه فانا هحوط على 5 عشرات، 10 20 30 40 50، 13 جنيه، يبقى انا محتاجة 3 جنيه فكة و10 جنيه بحوط عليهم، 27 جنيه، فانا بحوط على 7 جنيهات فكة ومعاهم 20 جنيه. طيب هنا سل على حسب المبلغ، هنوصل على حسب المبلغ. عندي 3 عشرات وجنيه بقى 31، 4 عشرات 40، 10 ومعايا 3 جنيه كمان يبقى 13. طيب هنا عندي 3 عشرات وعندي جنيهات فكة 6، يبقى 36 جنيه. عندي 60 جنيه، ده 10 20 30 40 50 60، واتنين جنيه فكة يبقى 62 جنيه. قيم طفلك، عندي عايز يمثل هنا ماء العدد ده 1، وهنا عندي 3 حزم يبقى الرقم 31، 4 أحد و7 عشرات يبقى الرقم 74، عندي ادي 10 20 وهنا موجود 5 يبقى 25. حوط حسب الترتيب المطلوب، عايز الرقم الثاني فهنا بقول الاول الثاني، بعمل دايرة على الثاني، التاسع بعد الاول، الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع، بعمل دايرة على تاسع تفاحة، بعد هنا اكمل عملية الجمع، بعد دول طلعوا 7 ودول 3، فبقول 7 زائد 3 بتساوي 10، وعشان اتأكد من ان الرقم بتاعي صح بعد الحاجات اللي فوق، اكمل عملية الطرح، بعدهم كلهم هيطلعوا 10، بطرح منهم الاتنين اللي معمول عليهم غلط يبقى ناقص 2، الناتج هيكون عدد الباقيين اللي هو رقم 8. اكتب المبلغ ثم ضع علامة صح او خطأ او يساوي. عندي هنا 10 تين واتنين جنيه يبقى 22، 4 عشرات يبقى 40، فبقول 22 اصغر من 40. اكمل العد، 20 30، هنا بيقفز ب10، يبقى 20 30 40 50، 8 9، هنا عندي الفرق بينهم 1، فبقول 8 9 10 11، 70 80 90 100، عرفت من دي ان هنا في القفز ب10، فقبل 90 80، قبل 80 70، 31 بكمل عادي بشوف اخر رقم، لو يعني بختبرها قبل ما بكتب كده، 31 32 33 34، يبقى هنا بيعد ب1. ضع علامة صح تحت الصورة الصحيحة، هنا بيقول لي تحت الكرسي، تحت الكرسي اهي بتعبر عنها الصورة اللي في النص، فوق الكرسي تعبر عنها اول صورة، يمين الكرسي بتعبر عنها الصورة اللي في النص. وبكده خلصنا الفصل الاول، واشوفكم ان شاء الله مع الفصل الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.